اليوم في العنكبوت باش نبداو اول اخبار بالعوده البرلمانيه الجمعه هذه واللي كانت اول الجلسات نتاعها قانون زجر الاعتداءات على الامنيين اللي اثار جدل واسع في صفوف الناشطين الحقوقيين وبرشا منظمات وطنيه. المشروع هذا برشا يعتبروا ان المشروع هذا فيه خنق للحريات، وكذلك يعتبروا انه قانون زجر الاعتداءات على القوات المسلحه اللي تم التطرق ليه مع انطلاق دورة برلمانية جديدة، وتشكل القوانين المستعجلة أول اختبار لبرلمان مشتت غارق في المعارك الحزبية. المشروع هذا سمحني يشرع للإفلات من العقاب، كما من شأنه أن يمس من حرية التعبير والتظاهر مما يستوجب بالضرورة إسقاطه حسب ما قالوا برشا ناشطين حقوقيين، في حين يدعم آخرون القانون بحجة حماية القوات الأمنية من الاعتداءات المتكررة سواء في العمليات الإرهابية أو الجرائم. هذا القانون أثر جدل كبير نهار 3، فما وقفة احتجاجية من ناشطين حقوقيين بالتزامن مع النظر في المشروع هذا في مجلس النواب الشعب. ثم وقفة في برلو، ثم ضرب ومضروب وقع وإيقافات، ثم تدخل لإطلاق سراح الموقوفين من قبل بعض النواب اليوم الخميس، ثم كذلك التحرك في سوسة ضد هذا القانون. الحق هنا أنا سميته حوار طرفين. هو اولا وقبل كل شيء الامنيين في تونس هم اكثر الناس مستهدفين من قبل الارهاب، يعني على اكثر من 500 شهيد 90 و95% منهم من الامنيين، والامنيين هم معناها يجب حمايتهم. لكن في نفس الان ثم اشكاليات قانونيه، اولا المجله الجزائيه تحمي الامني كموظف، ثانيا قانون مكافحه الارهاب عنده اجراءات فيما يخص الامني، لكن في نفس الوقت ثم اشكاليه وانه الامني الاجراءات اللي يتخذها هو قانون عدد 4 مع متاع 1969 ما زال يتعامل به اليوم عام 2020. كذلك الامني يعني تو في امريكا مثال الامني كي يجي باش يتحرك يحط كاميرا في الكهرباء نتاعو، وعنده كاميرا هو كذلك يحطها باش يعرف شو ما له ما عليه ونجم يتحاسب ويكون مسمى معناها مراقبه. اليوم هو الاساس هو حمايه المواطنين، والامني جزء من المواطنين، كان الامنيين حاجه والمواطنين حاجه، هو جزء، هو تو في التربينولوجي معناها في الجارجون في الـ في الـ في الادبيات الامميه نتاع الامم المتحده ما عادش يكتبوا البوليسيه ويقولوا الاعوان المكلفون بانفاذ القوانين، لي جارجون شارجي دو لابليكاسيون دي لوا، معناها كي نقولوا الامني والمواطن كاينه معناها حاجه متضاربه، لا هما جزء من الوطن وجزء مواطنين. وشفت سمحوا لهم بانتخابات مثال في انتخابات بلديه مثال الحاميه الجيش والامن باجراءات خاصه بهم. يعني اليوم ثم بعض الناس لغايه في نفس يعقوب تسوق في المساله هذه، وانا شفت مشروع القانون ما لمش الناس كل، لانه ما جمعيات حقوقيه اش قالوا؟ قالوا احنا نطلب من سياده رئيس الجمهوريه عدم الموافقه وعدم ختم هذه القوانين. هكا ولا؟ ونقابة الصحفيين وكذلك الايكا قالت حاجات، وسيف مخلوف قال باش نعملوا حاجات ما قبلش الرئيس نعضلوه. يعني خالد سهل وعضل رئيس الجمهوريه، فانت ما تعضلوا كان بالثلثي حسب الفصل 88 بالدستور، الثلثي نتاع مجلس نواب الشعب اللي ياخذ قرار والقرار يمشي للمحكمه الدستوريه اللي هي بالثلثي نتاعها تقوم بالعزل. لكن ما عندناش المحكمه الدستوريه بكل، يعني ثم استحاله لتنفيذ هذا. لكن كذلك معناها ولا حوار تلشين ديالوج دو سور، في حين انه الامني يقدم تضحيات كما المواطن يقدم تضحيات، وماذا بينا حمايه المواطنين ككل بما فيهم الامنيين، ولكل ما له وما عليه، ما ندخلوش في هذا ولا تشيطنا ولا بعض النقابات الامنيه تهاجم في بعض الزملاء. اي فما مهبطه من النقابه الوطنيه للصحفيين قالت انه في الوقت اللي يستعد فيه مجلس نواب الشعب لمناقشه مشروع قانون اساسي يتعلق بحمايه قوات الامن الداخلي والديوانه، تواترت عمليه التحريض على والتهديد التي يمارسها بعض الامنيين على شبكات التواصل الاجتماعي في حق كل صحفي ينتقد امني. فوالا دونك ثم اشكاليات الحق موجوده، ومفروض انه مجلس نواب الشعب كذلك يكون منسجم ويستدعى الناس كل حول الطاوله
ويتفقوا إلي لحد ما يمكن تنقيحه. ثم تجاذبات حزبية في المسألة. أكيد ثم تجاذبات حزبية في المسألة هذه. قبل ما نتعدى سي سفيان، تعطل مسار إرساء المحكمة الدستورية زاد كان من المقرر الجمعة هذه، كان من المفروض عفوا أنه ينظر مجلس نواب الشعب في مقترح تعديل القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية الذي يهدف حسب مقترحي إلى التشريع في مسار إرساء المحكمة الدستورية، غير أنه تم رفع الجلسة العامة دون النظر في مقترحات التعديل بسبب انعدام النصاب، وبالتالي تتكرر نفس الشيء يتكرر ديما رفع الجلسة وما يتمش النظر في المشروع هذا، وبالتالي تعطيل المسار متاع المحكمة الدستورية. اليوم السيد وزير العدل اللي هو معناه سي محمد بوستة وزير العدل، اليوم الخميس 8 اكتوبر 2020 كان قدام نواب الشعب واصر على ضروره التوافق والتخلي عن الخلافات والتجاذبات، داعيا ان يضعوا في اعتبارهم فقط ارساء المحكمه الدستوريه التي قال انها مطلب ومكسب وان ارسائها سيحسب لفائده المجلس. المحكمه الدستوريه نهضه تحب تحط جماعتها، الاخرين اللي حبوا يحطوا جماعتهم، يجب ينتخب 4 من قبل مجلس نواب الشعب ثم واحد بركه منتخب على رغزه والشيخ من بعد رئيس الجمهوريه، يعني 4 ومجلس القضاء 4، واقفه المحكمه على خاطر يحب يحط بتاعه، يحط بتاعه ما تنجمش. المحكمه الدستوريه يجب ان تكون فوق الاحزاب، يعني هي اللي هاو شفنا عز الرئيس في كان بالمحكمه الدستوريه، ولا يمكن ان تحكم في شأن الا بالعدل، واذا كان عزلته من يجب يتقدم حتى انتخاب مهما كان، حتى في بلديه، حتى في مسائل اخرى. في مجلس النواب بيقول دونك اليوم بكل صراحه يلزم تكون فوق الاعتبارات الحزبيه. الاحزاب كلها اعطيني حزب توا ناجح، كلها فاشله وكلها ساكنه في دار الفشل. والفشل ساكن فيها او موئل الفشل ساكن فيه الاحزاب الكل، وتحب انت فاشل وتحط لي واحد باش يدي محكمه دستوريه غدوه يفتك الدوله، ثم الحق اشكاليات كبرى. هو قال لهم انا ابن الشعب في الجلسه اليوم المنعقده، وقال لهم الاتفاق هو الاساس هو الذي يمهد العمل القانوني، انا امثل الحكومه نعم لكن انا ابن الشعب، يعني سي محمد بوستة قال لكن انا ابن الشعب لان صوت الحكومه بلغ من خلال التنقيح، ضعوا فقط بين اهدافكم ارساء المحكمه الدستوريه التي ستكون خيرا للبلاد وللسلطات. وقال انا قريت في كليه حقوق وما كنتش نظن ولو في يوم ما باش نطرح هذه المسائل اللي هي مكسب تاريخي. للاسف الشديد كما كان يحكي سفير الجب بكري كلمة حق ولد بها باطل، مبدأ كبير كما المحكمة الدستورية نحبوا نخضعوه لأجندات حزبية ضيقة نتاع ولاءات ونتاع بيعة نتاع كل واحد باش يعمل انتخابات كما يحب.